بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم ورمضان كريم. سعداء جدا أن ألتقي بكم في هذا اللقاء وأمسية جديدة من مزاج سوداني. أرحب دائما بضيوف الأعزاء، الموسيقار الكبير دكتور أنس العاقب والمفكر الجميل جدا أستاذ زبير سعيد. مرحب بك يا أستاذ زبير. مرحبا دكتور أنس. وخلونا نبدأ بتعريفنا للموسيقى. في تعريفنا للموسيقى بنقول إن الموسيقى هي لغة تخاطب الروح والوجدان. عندما نتحدث عن الروح نتكلم عن الروح اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا بمكونات الفيزيائية والكيميائية وعلمها عند الله. لكن لما نتكلم عن الوجدان فهو ذلك الحس الواعي الذي يؤثر ويتأثر به مما حوله من ثقافات، من أشكال مختلفة عديدة. حقيقة الفنون تخطت حاجز لغة البشر، لأنها يعني المستقبلات عند الإنسان ليست هي كما تستقبل اللغة التي يتحدث بها الناس بشكل صريح يعني، ولكنها يتم التعامل معها بلغة أو بإحساس، وتحس يعني بمشاعر معينة، بظروف معينة، مفاهيم معينة. نبدأ هذه الحلقة ونبتدر مع الفنان الجميل عبد الحليم آدم، ونحن نتكلم اليوم عن الغناء باللغة العربية الفصحى في السودان. Oh,
أقرأ فيها لك أشعار الوداع ساعة أقفر فيها لك أجيال امتناعي يا شكرا جزيلا الفنان الجميل عبد الحليم آدم. وأنا خاش عليك طوال يا دكتور أنس. اللغة عندنا في الموسيقى يعني أي لغة في العالم هي عبارة عن حروف وطريقة بتاعت كلام وطريقة بتاعت نطق وطريقة بتاعت كتابة وقراءة. يعني عندنا إحنا في الموسيقى هو حروفنا السبعة هي دي حروفنا اللي إحنا بنتكلم بها وكذا. لكن لما احتجنا زمان لما كان في احتياجات لأنه اللغة الموسيقى تكون عالمية وخطاب عالمي يعني تفضل الموسيقار العالمي جوهان سباستيان باخ بصياغة قواعد عشان ما تضبط عملية العملية النغمية على مستوى العالم كله يعني. وهذا يعني أفتكر أنه يعني لغة الموسيقى تخطط كل لغات البشر الطبيعية. لكن خلينا نقول أنه نحن إحساسنا باللغة العربية في السودان يعني شعرا وغناء ولحنا عالي جدا.
وتعلم تمام العلم يعني يا أستاذ أنس وأنت ملحن إنه تجاهل الإيقاع الشعري بيخلي الملحن يستغرق في مدود صوتية غير محببة، يعني يتجاهل أحيانا كسرة ضمة. أفتكر إنه كان في نجاح كبير جدا في تناول اللغة العربية كنصوص ملحنة ومغناة إننا في السودان، وكان في يعني إنتاج غزير للأغاني باللغة العربية، وكان في ضبط وكان في جمال. ماذا تقول في هذا الاتجاه؟ اللغة العربية أصلا هي لغة القرآن، صحيح، ولذلك تميزت بخصائص ما موجودة في اللغات الأخرى، والآن ثبت بأنها هي أول لغة في الكون ده، يعني من اللوحة المحفوظ يبقى اللغة العربية. نحن في السودان يعني لما السودان تتعرض إلى يعني مراحل سياسية من خارجية وكده، فاللغة العربية استقرت في السودان بشكل أساسي تقريبا كده في القرن الخامس عشر. نعم. بعد الدول الممالك النوبية بدأت تنهار وتتضعضع لغاية ما جاءت السلطنة الزرقاء. وأهم حاجة إنه السودانيين منطقة النيلية بتاعت وسط السودان وشمال انتبهوا إلى لغتهم المحلية وجودوها وأدوها أبعاد اللفظية من وصف ومن تعبير وكذا. لكن لما جاءت الحقيبة وجد قدامه تراث المديح. المديح ديل بقى أسسوا للمدرسة الثانية، يعني شعر مختلف، هيكل مختلف، إيقاعات مختلفة. طبعا ناس المديح ديل أسسوا نظريا للفن بتاعهم، يعني حتى الإيقاعات أدوا أسماء يعني. نعم. فلما جاء ناس الحقيبة خاصة بعد الاختراق اللي اتعمل للغناء بتاع الحنبي والكرير، فكان لازم يشتغلوا الشعراء نظام جديد، مش على طريقة الغناء ود أحمد ود الفكي، اسمه منو يا أخي جاي من الشكوك، ود الفكي. وده فكرة كان مسيطر على غنم درمان، فجاء الشعراء كانوا ماشيين معاه يعني بلحن وكده. لكن لما جاءت المرحلة الثانية بعد أغنية ببكي وبنحب صيح، قالوا لا أعمل حاجة جديدة، عاينوا للمديح، قالوا نعمل زيه. فظهر ليك طبعا ود الرضي، وظهر العبادي، وظهر عمر البنا، وظهر سلطان العاشقين، وظهر أبو صلاح. فتن جاء الجيل الثاني السيد عبد العزيز الجيل الثاني. الواضح انه الناس اللي تحدثوا عن لغه الحقيبه هي لغه اغرب الى الـ الى الـ الى الـ الى الفصحى، والمساله ثبتت في 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 كثير من الـ من الـ من الندوات. الناس كانوا بيفتكروا السودانيين ده ما يعرفوا عربي، فاكتشفوا انه السودان هو المخزن بتاع اللغه العربيه الحقيقيه. الناس اللي جو من هناك حفظوها في السودان، يعني هي يعني اتأثر ديكو بدأت تضمحله كده، لكن الحقيقة موجودة في الحقيقة العربي الفصيح. يعني عشان كده لما ناس الحقيبة يعني ركزوا النهج بتاعهم قالوا نرجع نغني بالفصيح، فكان أول واحد في تقديري أنا غنى بالفصيح للياس فرحات يا عروس الروم. دي أغنية طبعا من أشهر الأغاني اللي تغنت في ذلك الزمان، وغنوها في اليمن وغناها محمد عبده وغنوها في سوريا وكده يعني. لكن بعد ذاك نحن انتبهنا، غناها أبو داود وغناها غيره تاني، في ناس غنوها يعني بقت عرس الرد هي نموذج كده للأغنية. زنجار تاني غنى لياس فرحات، أنا ما بتذكروني حتى تاني غنى له. فعشان كده أنا لما جيت أسمع حسّة
النقلة الثانية بتاعت الحداثة بالآلات الموسيقية وكده، ناس أحمد المصطفى وعثمان حسين وشفيع وكده بتاع، لما جيت نسمع حس سمعت داوي ناري بتاعت ناجي لحنا زيدان. طبعا لحنا زيدان في مرحلة كان هو خارج الأضواء، مر بها كده وفي السيتادات، أنا ذاتي مرت بها يعني القعدات مع الناس الكبار وكده بتاع، أغنتنا عن إنه نمشي الحفلات وكده. فدي فترة أنا غنيت فيها بالعربي الفصيح وزيدان غني في العربي الفصيح، فكنا حتى في قعدات بنتنافس منو اللي يغني الأغنية بتاعته. أنا كنت بغني ليل الصب ويبغني داوي ناري وقت يعني. فالأغنية دي طبعا زيدان أبدع فيها ليه؟ لأنه الشعر العربي فيه جرس، فيه ذات إيقاع، وفيه أنت ما بتقدر تقول يعني تلحيني زي بتلحن دارجي، دارجي أنت بتتحكم. فعشان كده حتى اذا جينا شفنا شكل التلحين اللي عمله سيد خليفه لاغنيه غميه طريق الشباب بشكل مختلف، لانه الاحساس مختلف، المعنى مختلف. نعم. هنا اصبحت ذاتنا يعني زخم بتاع الغناء باللغه العربيه الفصيح، كل الناس غنوا، احمد المصطفى وعثمان حسين وتاج مصطفى، كل الناس رجعوا يغنوا، وابو داوود مع ابو راي. فعشان كده الاغنيه بعدين جاء طبعا الكابلي وبالغ في الحته دي. ده كلام جميل، ونحن يمكن في بدايه الحلقه لسه حنبحر زياده، لكن خلينا نسمع اغنيه ونرجع ثاني نواصل مع استاذ زبير، ونرحب بالفنانه الجميله رفيعه احمد عيسى. تفضل يا رفيعه. Thank you.
شكرا جزيلا للفنانة الرائعة جدا رفيعة. حقيقة يا أستاذ زبير بسمع يعني الغنى الجميل حسنا ده وال يعني يشعر أنه زي كأنه ما في لغة أخرى ثانية في السودان غير اللغة العربية، مع أن السودان يعني مليان بلهجات محلية كثيرة وكثيرين جدا يعني ما عندهم علاقة باللغة العربية من ناحية نطق يعني. لكن خليني أمشي بك لحتة شوية، رغم أن نحن نتكلم عن اللغة، الآن العالم كله أصبح يبحث عن لغة جديدة، برغم أن اللغة العربية يعني نحن محتفين باللغة العربية باعتبار اللغة القومية، باعتبار نحن هي لغة الإسلام يعني ولغة القرآن، لكن يعني في انسحاب من اللغات ذات البشر، تيجي الناس إلى لغات أخرى. خلينا أذكرك بالحرب العالمية الثانية عندما اتجه التشكيليين إلى الرسوم السريالية للتعبير عن احتجاجهم عن الشعبية، ماذا تقول في هذا الاتجاه؟ والله أنا في البدء بقول إنه الفترة بتاعت الازدهار بتاعت الأغنية العربية والأغنية بالفصحى أو الانفتاح على الشعراء العرب من خلال المغنين والملحنين السودانيين، دي الفترة جات بعد الفترة اللي شهدت أشواق الوحدة العربية، يعني كانت عندها علاقة وظلال بتاعت مزاج سياسي عام، كان في موجة زي دي يعني الوحدة العربية ومشت في السياق ده يعني. فمعظم الفنانين اللي قدموا أغنيات باللغة العربية الفصحى لشعراء عرب هم فنانين من النخب، فنانين من المثقفين اللي كان عندهم شكل من أشكال التواصل بالمطروح في المكون السياسي العام يعني. لكن أنا بقول إنه المزاج السوداني على مستوى التفاعل مع الغناء العربي المكتوب باللغة العربية، عندنا شعراء فطاحلة كتبوا باللغة العربية لا يقلون بأي حال من حالهم لما تفوقوا على الشعراء العرب بالمناسبة، عندنا صحيح. شعراء عظيمين جدا أكيد طبعا. لأنه هنا بيستحضرني ما قاله العقاد عباس محمود العقاد، قال أجمل بيت شعر عربي غنائي هو قال افترغنا وبعيني المنى قالها الدمع وما أبصرت شيئا. صديق مدسر يا سلام شاعر سوداني. نعم. أبراهيم ناجي في التياع اللي تقدمت قبل شوية، قدم الشاب عبد الحليم وقدمه بشكل جميل يعني. حقيقة أنا حلقة في البرامج ده ما حريص أشيد بأي زور لأسباب خلوها لنهاية الحلقة، لكن بالضرورة بالضرورة في سياق إشادتنا باللغنية نشيد بأداء عبد الحليم ونشيد بأداء رفيعة، كان أداء رفيع يعني يا سلام. كان أداء رفيع جدا وفيه إحساس، أنا دائما أقول إنه الناس يغنوا بإحساسهم. ما في زول يستلب إحساسك مهما كان ظلال تأثير فنان آخر غنى الأغنية قبلك، ما تخليه يستلب إحساسك، لأنه إذا استلب إحساسك بيختطفك لجمهوره. صحيح. ما بخليك تأسس لفكرة جمهورك براك. فالغناء العربي بأبعاده الجميلة والمختلفة وبدلالاته العميقة يعني، زيدان لما غنى لحن وغنى التياع، زيدان بالمناسبة يعني استدعى العباسية، كان أنا قلته قبل كده. نعم. لأنه أي يعني كل فنان سوداني متميز عنده مدينة عندها بصمة الاجتماعية في أدائه وفي ثقافته، لما نجي في المسرح بيستدعي هذه المدينة. فأنا بفتكر إنه العباسية هي هوليود السودان. عباسية تحية لسوارة ولشعبها، العباسية دي مدينة خطيرة. نعم. مدينة فيها مكنون من الإبداع لا متناهي. مؤكد. فأثر على زيدان كان كبير جدا. بنا يشوفه وين بنقراه لما نقول أي يا شوف شكل الآهة التعبيرية الشعبية دي. صحيح. ما فيها فلسفة. صحيح. نعم. وداري بسط المضمون، غنى بها لغة عربية فصحى، داري بسط المفهوم يربط يقرب الناس. فأي يا دي اتفق معي دكتور أنس هي لغة موازية. تعبيرية موازية. نعم. بتعبر عن الوسط الشعبي الأمدرماني من قوسين عباسية. صحيح. راحة يعني. فدي هنا عبقرية والذكاء الاجتماعي العالي جدا للفنان زيدان إبراهيم رحمه الله. وقس على ذلك يعني الهادي آدم لما غنت له أم كلثوم مؤكد ما جاملته، ده كلام صديق، لكن احنا افتتاننا بالغناء العربي ما أثر في هويتنا السودانية بالمعنى. نعم. ما أثر في هويتنا السودانية، لكن احنا بنتكلم عن الـ عن الـ عن الافتتان بالعرب سياسيا بيحصل لنا اختلال في مزاجنا. نعم. الوطني. لكن نعم. لما نتكلم عن الغناء ده مد بتاع وجدان ما فيه اي تحفظات.
ومن الحته بتاعت الوجدان دي ذاتها انا داير امشي ليه دكتور انس بما يتعلق بالوجدان. احنا قدرنا نتعامل مع النصوص العربيه في التلحين وفي الغناء ما تغيرنا يعني بفكره اللغه العربيه، ولكن يعني بالعكس يعني حصل يعني اشتغلناها على ايقاعات كثيره، ايقاعات محليه كثيره جدا، واخضعناها الى تفاصيل سودانيه غريبه جدا جدا. فماذا تقول في هذا الموضوع؟ نحن لما اخذنا القصيده العربيه سودناها. نعم بالضبط كده، يعني ما لحناها بالمقامات العربيه. صحيح، فجعلناها سودانيه، وسودانيه طبعا افريقيتها اكثر، ايقاعاتها واساليبها في التلحين وكده سودانيه يعني، وده تميز به. عشان كده الغناء السوداني مرات بالعربي قاعد يغنوه اريتريين واثيوبيين، عشان اللحن السوداني بيختلف وجذاب ومقبول وكده. فالشيء الثاني نحن ما عايزين نؤسس الى انه نحن لما نغني بالعربي بالضروره يكونوا شعراء عرب، ابدا. في السودان ده كان فيه شعراء عظماء جدا جدا يعني تعامل لهم بتعامل معهم الغناء السوداني. مع ذلك طبعا نحن رواد في قصة انه ممكن نختار يعني مثلا للشابي اخذنا له عزبة انت في طفولتك الاحلام، واخذنا ابو القاسم الشابي يعني صباح الجديد. صباح الجديد. نعم صباح الجديد ونزار قباني. نعم 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 حبيبتي و محمد علي احمد انت معي يعني. فدي كلها تجارب والبحيره لعبد الدافع عثمان. نعم لكن اديناها بالمزاج السوداني. بالضبط كده، هي دي الحته انا جايك ليها. بالمزاج السوداني اللي هو المزاج ال 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 الحس هو مسيطر. انت ما تعرف لما تمشي غرب افريقيا. نعم بتحس بانك انت فخور جدا بانك سوداني. يا سلام، لان بتسمع الغنى السوداني ده في المطعم، في المرقص، في الدكان، في ومرات بيشيلوا الكلمات يركبوها من بلغتهم يعني. فتحس فعلا عندنا يعني هو نعمه. يا سلام عليك يا دكتور. ونحن في المزاج السوداني ده ذاته نمشي نسمع اغنيه بالمزاج السوداني مع الفنان الجميل عبد الخالق عبد الله. تفضل يا عبد الخالق. ولكننا هويناه
قد عرفنا فريد في محاسن فريد في سجاياه فريد في محاسن فريد في سجاياه غزال في تلفته صباح ما وحيلاه غزال في تلفته صباح ما وحيلاه جمال فيه إشراق تريح النفس رؤياه عشقناه ولكننا تعبنا إذا عشقناه عشقناه ولكننا تعبنا إذا عشقناه سكارى 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 يعاتبنا بنظرته بلا ذنب جنيناه سوى أننا هويناه ولكن ما سألناه عجيب في معاني إذا أدركت معناه
شكرا جزيلا للفنان عبد الخالق عبد الله، ترحم على روح الشاعر الكبير الاستاذ مهدي محمد سعيد، والعندليب الاسمر الراحل الاستاذ زيدان ابراهيم. حقيقه الناس دي جملوا يعني حياتنا باعمال خالده وعظيمه جدا. في ختام هذه الحلقه انا عندي فرضيه بسيطه، يعني هذا التراجع في انتاج الاغنيه العربيه او باللغه العربيه الفصحى، هل عنده مدلولات يا استاذ زبير اجتماعيه؟ يعني هل في تراجع او في يعني احنا متجهين نحو الثقافه الافريقيه؟ هل في انسحاب يعني من الثقافه العربيه؟ ابدا، هو اصلا احنا اتجهنا للغناء العربي ما كان على حساب عمقنا الافريقي ثقافيا. نعم، كان مضاف ومضاف اليه. نعم، ولكن انا بفتكر انه التراجع اللي حصل هو تراجع حصل في 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 ثقافه التعامل مع الغناء العربي. طيب، لانه الفنانين اللي قدموا غناء عربي في السودان فنانين مثقفين جدا، ما بقول متعلمين، مثقفين. فرق، في فنان متعلم ما مثقف، وفي فنان ما متعلم لكن مثقف. فالنماذج اللي تقدمت، اجمل الاغنيات العربيه اللي تقدمت قدموها فنانين عرب كانوا فنانين سودانيين مثقفين جدا. فاللغه العربيه نفسها تراجعت في السودان، تراجعت على مستوى المنهج، تراجعت على مستوى المدارس، تراجعت على مستوى التعبير عامه، دخلت لغه اقرب. نحن مع انه نحن السودانيين بنعتبر عاميتنا هي الاقرب الى العربيه، فما بالك لما تكون عاميه في شكل بتاع تعبير ابداعي. فده بيخليني اكد لك انه التراجع اللي حصل في الاهتمام باللغه العربيه على مستوى المناهج وعلى مستوى التدريس وعلى مستوى الاطلاع الكثيف اثر بشكل مباشر على مستوى اللغه في الابداع بمختلف اشكاله، لا سيما الابداع الغنائي. لكن ما يجب ان ندركه إنه اللغة كائن حي، أنا ما عندي أي شك في إنه اللغة كائن حي. لأنه هذه اللغات تظل، اللغات الأصيلة تظل موجودة إلى أن يرث الله الأرض ما عليها. وهي أفضل أشكال التعبير، لأنه اللغة وسيلة، كائن حي وسيلة عن تعبير عن موقف أو مجموعة بتاعت مواقف جمالية وإنسانية مختلفة. شكرا جزيلا أستاذ زبير. وختام يا دكتور أنس، يعني الأغنية العربية لغة فخيمة، يعني تعتمد على لغة العربية، يعني هي ذاتها فخيمة في حد ذاتها. ويعني أنا أفتكر أنه رجوعنا للأغنية العربية بيضمن سلامة المحتوى، محتوى الأغنية نفسها. يعني أنا أفتكر أنه رجوعنا للأغنية باللغة العربية فيه إنغاز للمستمع السوداني أو للذائقة أو المزايا السوداني، أو على الأقل إرجاع الأغنية إلى جادة الطريق. يعني الأغنية السودانية الآن ضالة، ماذا تقول في هذا الاتجاه؟ نحن ما أكدنا إنه الغناء السوداني عنده شخصية مختلفة، نعم، متميزة. طيب، خماسي أغلبه، ولأنه السباعي فيه والسداسي فيه وبعض ألوان الشرقي موجود في ثقافة السودانية عموما، يعني لأنه غناء سريع جدا. لكن ظلت ال أقول أنه الإرث الحضاري القديم متأصل فينا. أنا نعم. قلت لك زمان إن نحن الموسيقى دي اتولدت في 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 كوش وكرمة، وصناعة الآلات برضه اتعملت، أول آلات اتعملت، فلذلك التراث ما راح مننا. نعم، قاعد جوانا لأسباب كثيرة. أول، نحن ما أمة تعرضنا إلى غزو كثير، يعني حافظنا على حتى الممالك، حتى المسيحية ذاتها هي سودانية يعني نوبية. لكن الإفريقية اللي فينا أنا فارغة في النهاية يعني غالبة. ولو أنت عاينت للغناء الإفريقي أغلبه خماسي، صحيح، بس بشكل مختلف حقيقي. نعم، الدول ناس كينيا وغندا وبتاع اتأثروا فيهم، اتأثرت أساليبهم لأنه الكنيسة أدخلت ثقافتها في شكل الغناء. صحيح، نعم، وذلك بقى هو أقرب إلى الثقافة الغربية يعني. نعم، عشان كده أنا زمان كنت بقول إنه الكنيسة أدتنا منها الترعيش عند بشير خضر بشير، ده ما ده غناء كنسي، أسلوب كنسي، كيف؟ عند أبو البادية برضو كنسي، لكن ما ظللنا محتفظين بالوجدان بتاعنا زي ما هو. نحن زي ما قلت لك أنا، أغنية عربية
اغنيه سودانيه او افريقيه بلغه عربيه. يا سلام. بايقاع عربي، بايقاع افريقي، بوجدان افريقي. عشان كده نحن ما نزعل من قصه انه ليه العرب ما بيفهموا غنانا، ما ضروري. نعم. لكن بيفهموه الاخرين. صحيح. يعني بيفهموه الافارقه كلهم. وهو ذاته يا دكتور. من الشرق من غرب المحيط الاطلنطي لغايه شرق المحيط الافندي لغايه شرق المحيط الاطلنطي. هو اصلا يعني لا مقاطع عليك، لكن كلامنا الجبيل انه يعني الاغنيه ذاتها تخطط حاجز اللغه بتاعت البشر. بالضبط. فبقى يعني فرضيه والسوشيال ميديا دي والاخبار دي نقلت. نعم. نقلت. داري اقول لك كلام نختم به. نعم. الخماسي هو السلم القادم للبشرية. الأوروبيين استنزفوا الدويتوريك بتاعهم ده، استنزفوه كله خلاص. ونحن نكفي يعني حلقاتنا حاجات جديدة. نكفي لي بكلامك ده، لأنه كلامك ده بودينا فوق يعني. أي. ونحن والله يعني يا ريت الزمن لو كان يطول أكثر. نعم. لكن زمننا انتهى. أنا والله شاكر لكم جدا. تعرف هذا الحوار الشفيف يعني. تعرف الأنقسنة البوازة. طيب. جوناس بما فيهم الكوريين اكتشفوا انه الهارموني الحديث اللي حس الامريكان بيعتمد يقولوا الهارموني الحديث اللي ما فيه قواعد هو موجود عند الانغسنة. نعم. نعم. لما يعزفوا كده بيعزفوا لك سبع اصوات مع بعض. يا سلام. فده كله يعني يؤكد انه عندنا اصاله نحن ما ملتفتين لها. نحن حقيقه محتاجين نرجع ثاني في مره. نحن لازم ناخذ منكم وعد انه حنرجع نتوسع شويه في هذا الموضوع. جداً. انا شاكر لكم جدا يعني هذه الامسيه، ويعني دائما وابدا منوريننا بالاراء الجميله وبالكلام اللطيف. في الختام نحن نشكركم جزيل الشكر يعني، ونشكر جميع المشاهدين على حسن المتابعه. وختاما الفنان الجميل عوض كسلة، وان شاء الله نلتقي غدا في حلقه جديده من مزاج سوداني. السلام عليكم.
تنساها وتنسى المشهد المشهد المشهد. نسيت أنك في شعوري وفي دمي، نسيت أنك في شعوري وفي دمي، نسيت أنك في شعوري وفي دمي. مهما بعدت وزاد منك تألمي، سأعيش بعدك راهبا في ماتمي، وتعيش أبدا ذكرياتك في فمي. الله في فمي، الله في فمي. ما دام حبك حياتي ملهمي، ما دام حبك حياتي ملهمي يا ملهمي الله ملهمي. ما دام حبك حياتي ملهمي، ما دام حبك حياتي ملهمي يا ملهمي الله ملهمي. انت ملهم يا ملهم.